انجليزي لانتر، وين المباراة انتهت بدون فائز بنتيجة سلبية 0-0 أمام لانتر. يعني ونقولوا بلي لانتر اليوم خطف نقطة، نقولوا بلي كانت مباراة تاع تضيع فرص، مباراة تاع حراس، يعني حراس اللي لعبوا دور كبير في هذه المباراة، يعني وين أوقفوا كما نقولوا احنا كرات كانت خطيرة وبأعجوبة، خاصة خون مدر الحارس تاع اندونيزي اللي انقذ المرمى تاعو. شاهدنا كيفاش رودريغو كيفن جينيس ماري شنا رودريغو جيراد كيفن، يعني روبرتو، نقولوا بلي كانت المباراة رغم أن التغييرات كل مدرب ودار تغييرات لكن بدون جدوى. شاهدنا كيفاش المدرب تاع اندونيزي لوكا غوتي اللي دخل بالتشكيلة تاعه، تشكيلة اندونيزي اللي دخلت بخطة، يعني الخطة 4-1-4-1. أنطونيو كونتي المدرب تاع انتر ميلان اللي دخل بخطة، نقولوا بلي خطة لعبها ب4-3-3، يعني من أجل الضغط والهجوم. شاهدنا كيفاش سمير هندوفيتش الحارس تاع الانتر وين أنقذ الانتر اليوم بأعجوبة. وشاهدنا ميلان المدافع ستيفان إليساندرو أشرف الحكيمي أشلي نيكولا مارسيلو أرتور لوكاكو مارتينيز، يعني رغم أن فانيك إيفان وستيفانو سانجيز اللي دخلوا في الشوط الثاني لكن بدون نتيجة. يعني من نقولوا مباراة خاصة 15 دقيقة الأخيرة وين كان اللعب مغلوق، يعني كان اللعب مغلق في وسط الميدان، يعني كل فريق خاف من الهزيمة وين قعدوا يلعبوا من أجل المنافس، من أجل أي غلطة يعني تكون يكون هدف. لكن شاهدنا كيفاش تضيع فرص كانت كثيرة في الشوط الأول في الشوط الثاني، والشوط الأول انتهى 0-0، الشوط الثاني كذلك 0-0، يعني نتيجة بدون فائز. هذه هي الجولة 19 الدور الإيطالي السيري أي، أندونيزي 0 لانتر 0. سعيد.